عارف صريح يعني تسمي الاشياء بمسمياتها هل فوزي بنزرتي متعاقد مع الرجاء لا مهما يكون معناتها التعاقدات فيها معناتها مخرج ما تعرف فما كل عقد فيه خروج ما فماش عقد معناتها باش يحطك في سجن فهمتي كلام هذا مش صحيح معناتها الامور واضحه فما اتصالات فما اتفاقيات معناتها بليزو موا معناتها يعني نسبيا وقعت مع مع الرجاء مع ممكن ثلاثة أو أربعة شهر الخلات فهمت لكن يقعد ديما أشياء مبدئية حتى نهاية الموسم وأنا معناتها قلت في عدة مرات كونه معناتها أنا ملتزم بالعمل نتاعي في النجم الساحلي ولا ما عندي حد وما نجم حتى تصريح ولا حتى اتفاق باش يوقع الا ما ينتهي الموسم وما فما حتى تصريح وما فما حتى جهة باش نمشي لها إلا ميو يوفى الموسم يوفى الموسم بعدين نزيد نجم مفكر سيفري عندي عليها برشا ضغوطات من هنا ومن من عدة اتجاهات وصعب يعني تتأقلم مع الضغوطات لكن ما لازم نتعامل سكرت وضنية توا سكرت كل حاجة سكرت تليفون آخر الموسم كمل مباراتين مازالوا مباراتين مع النجم الرياضي الساحلي كملهم وبعد الواحد ياخذ قرار